هل أطلب العلم أم أحفظ القرآن علما بأني الظاهر حفظته 10 أجزاء؟ لا استمر بحفظ القرآن ولا مانع من طلب العلم. لا ليس هناك ترى قدرة الإنسان على الحفظ كبيرة جدا، تستطيع أن تحفظ وتطلب العلم، ما في أي مانع إن شاء الله تعالى أنك تطلب العلم وتحفظ كتاب الله تبارك وتعالى.